احتفالات على وقع تصعيد اجتماعي غير مسبوق في الذكرى الثامنة للثورة التونسية. الأمين العام للمركزية النقابية يؤكد التمسك بالإضراب العام الخميس القادم. انتقد بشدة أمام تجمع عمالي توجهات الحكومة. إضراب العام هو قائم الذات، ونحن مجندين نكتب فينا في الأعداد للإضراب العام في كل مكان، لأنه اليوم اللي ما لقاش حلول تقريبا أكثر من شهر ونص لعطينا فرصة، دليل أن إرادتنا نبحث عن الحلول مش يلقى حلول في الساعات الأخيرة. وإثر تدشين معرض يوثق تاريخ الثورة التونسية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يدعو إلى تجنب الإضراب العام بأي شكل من الأشكال. اعترف بالفشل في تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية للثورة، داعيا رغم ذلك إلى الالتفاف حولها. الشعب عمل ثورة ما مش يحب ترجع المردود متاعها اللي هو شو اللي عنده توا الشعب في البطالة، قعدنا في البطالة، في الفقر قعدنا في الفقر، في جهات كاملة، في التهميش عندنا جهات كلها مازالت مهمش. كل قائل رأوا التجربة الديمقراطية هذه مش في 8 سنين تم، يلزم وقت. وتحت حماية أمنية مشددة، شارع لحبي بورقيبة شارع الثورة كان بكافة ألوان الطيف السياسي. تظاهرت الأحزاب الحاكمة والمعارضة بتوجهات على طرفي نقيض. أن يكون ثم صعوبات بعد ثورات هذه مسألة عادية، طلب الصبر من الناس اللي يطلب نجم ينتظر، أنه الناس ما يفهموش، لأنه بكل بساطة الشعب ضحى من أجل الحرية ومن أجل الكرامة، وقت يلقى الحرية وما يلقاش كرامة نجم يكفر بالحرية. باش نحافظ على مكسب الحرية وكذلك نوضع مؤسسات الديمقراطية، وباش كذلك نحقوا حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة لنا احنا أهم حاجة هي ليد في الليد، كل القوى التقدمية والوطنية والمدنية. وفي موسم انتخابي بامتياز بدت الفعاليات الحزبية استعراضا للقوة، ذكرى الثورة هذا العام بطعم انتخابي. بعد مرور 8 سنوات عن الثورة ما زال التونسيون يرفعون شعار الحرية والكرامة. اليوم الكثير من الحرية وكرامة لم تكتمل بعد بسبب الوضع الاجتماعي المتأزم، في انتظار تحقيق المعادلة الصعبة. فتح الفلاحي، قناة ميديان تيفي، تونس.